كريستوس أنستي. نحن بنعيش القيامة في أفراح ومجد عظيم. في البداية أشكر أسس أبونا أثناسيوس وأبونا مركوريوس وأباء هذه الكنيسة على هذه الفرصة اللي ادوها لي أخذ بركة القداس وبركتكم، وأشكر جميع الشمامسة وحضراتكم جميعا، لأن لي لهذه الكنيسة معزة في قلبي، لأن من الحروف من البدايات كنت مع معلم إبراهيم جرجس، الرجل الوافي الأمين اللي خدم بكل أمانة لهذا النبي يعطينا مع عمل الله في حياتنا هذا السر. وربنا يديله الصحة ويديكم جميعا الصحة. الحقيقة احنا بنعيش حاجة عايزكم تفرفشوا كده تبقوا فرحانين. السيد المسيح قال في القيامة أراكم أيضا ها فتفرح قلوبكم وإيه لا ينزع أحد فرحكم منه. ممكن شخص، ممكن ظروف وطبيعة الحياة تخلينا عابسين. غلط. الناس اللي مسيحهم قام عايزين ايه تاني في الدنيا دي؟ تخيلوا عبس الحياة وسوادها لو لم يكن المسيح قد قام. بطل إيماننا وبطل كرازتنا، ولا رجاء لنا ولا معنى للحياة ولا تطلع للأبدية، إنما كل ده جاء المسيح قام. ودي كانت تحية المسيحيين، لما تلاقي حد زعلان وعابس ويائس قول له إيه يا حبيبي المسيح قام، المسيح قام. لما تلاقي واحد خايف من السكة قول له خايف من إيه، ده المسيح قام. ولما قام عير القبر الفارغ وعير الموت، أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوية، فعيرهم من أجلنا لأننا كلنا هنكتس فيهم، وهو عيرهم وغلبهم. فنحن مع مسيح غالب ومنتصر، إلهنا غالب ومنتصر، اللي بنعبده وشايفنا وخلصنا وكانت صورة الصليب أمامنا وفرحانين بيها. ولكن كان في حزن لأن شعروا الناس بالهزيمة، إن إلهه إن معلمهم يتألم. إن معلمهم يتألم، واعتبروا إن يوم الجمعة ده هزيمة. لكن فجر الأحد غير المفاهيم، غير الأحداث، وغير تطلعات الناس وأفكارها. المسيح قام، المسيح قام. فاكرين مفيش قوة ولا معجزة في العالم زي قوة قيامة المسيح. قام غالبا، والملاك رئيس الملائكة زحزح الحجر عن فم القبر عشان يورينا القبر الفارغ اللي ما فيهوش حد مدفون. جميع القبور يكتب عليها اسم شاغليها، اللي في القبر يكتب اسم القبر، الناس اللي جواه يكتب اساميهم، الا قبر المسيح مكتوب عليه ايه؟ ليس هو ها هنا لكنه قام. فخلاص الحزن مضى. تلاميذ اجتمعوا في العلية خايفين من اليهود، مقفلين الابواب. المسيح قابل مريم المجدليه قال لها اذهبي اعلمي اخوتي ان يسبقوني الى الجليل، هناك يا رومان. يا دي الفرحه. بعد كده في ايه؟ في ايه؟ خوفنا شويه اسعار، شويه حاجات، عبس الحياه. ما الحياه هتمضي، هتمضي، مش هي دي. وعشان كده ربنا بيقول لنا هنا ايه؟ انا هو الطريق والحق والحياه، هو الرفيق في طريق. هو كل ما انت ماشي في السكه ماسك ايده، وهو الحق الذي نقصده والحياه التي نعيشها. لان ما معنى لي الحياه هي المسيح، والموت هو ربح. الواحد يجي له خوف، يجي له اضطراب، يجي له قلق. هنا بيقول لنا ايه في يوحنا 14؟ لا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. الكلام ده المسيح قاله للتلاميذ كده مباشرة، وبيتقال لنا مكتوب اهو، والاخ الشماس قراه عشان يدخل في ودنا كلام المسيح. نفس الكلام اللي قاله المسيح للتلاميذ، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع.
ماذا عن خوف الناس واضطرابهم وقلقهم؟ ده فين الإيمان بقى؟ مفيش إيمان، إيمان ضعيف. الإيمان يخلينا نؤمن بهذه الكلمات: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فأمنوا بي، وقولوا المسيح قام. ما تخافش من حاجة، ما فيش حاجة تقلق. السماء كمان في القيامة أصبحت في حياتنا، بيقول لنا كده: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. مأمام. ما عرفش الناس مكشرة ليه، وبتبقى زعلانة ليه، وشايلة الهم ليه، وقلقانة ليه، ولا حاجة. ايه البلح ما بقت بكامل بشكل، الكوسة بكامل، الرز ايه ده ايه ده؟ هو ده اللي شغل المسيحي؟ ما هنعيش وخلاص، هنعيش يومنا ناكل دقة، ناكل ملح، ناكل اي حاجة. مش هو ده المشكلة؟ ما المشكلة انك تاكل اللي انت عايزه، والارخص والاسعار رخيص، كل حاجة، ما تقلقش. طب وبعدين ماذا عن ابديتك؟ هو ده اللي نفكر فيه، الابدية. وما دام المسيح قام وصار بكرة الراقدين، الابدية بتاعتك لو تابعته وعرفته في الطريق والحق، هو حيكون الحياة، وهو الابدية، وهو الابدية. منتهى الاطمئنان. ما فيش في العالم دين ولا نبي ولا حد ادى الاطمئنان للبشرية الا الهنا يسوع المسيح. نحن مطمئنين جدا 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 من كلام مسيحنا، من قيامة مسيحنا، والحياة توضع تحت أرجلنا ولا نخاف شيء. الحياة أفضل من الطعام والشراب. عيشوا كما يحق لإنجيل يسوع المسيح، ده اللي المسيح عايزه. المسيح لا همه تاكل فول ولا لحمة ولا تاكل جزر ولا رز ولا مش عارف. المسيح يهمه أعطيني قلبك. السلوك في العالم، سلوك المسيحي اللي سمع المسيح، لا يضطرب قلبه ولا ينزعج، لا لأخبار ولا لشيء، ولا يخاف شيء، لأن مسيحه قام وأعطاه الحياة الأبدية. ده العجيب بيقول لنا يا ربنا: أنا ماضي لأعد لكم مكانا. هلا كمان هتبقى بعد ما خلصتنا وقيامتك وقمت، لا ده انا رايح اوضب لكم مكان في السماء. ليه مكان؟ المسيح محددهولي، وضبهولي وجهزهولي. في اطمئنان اكتر من كده؟ الناس بتخاف من بكره ومن الموت وماذا بعد الموت. بعد الموت نراه، ده يقول كده: جلسنا معه في السماويات. الا ده ادانا مكان فوق في السماء نقعد جنبه. يهمنا ايه نقعد جنب وزير، جنب رئيس، جنب مركز، جنب انا اقعد جنب المسيح. في لنا ايه عز اكتر من كده؟ المسيح يخاف من ايه ويضطرب من ايه؟ الظروف كلها بيعرفها ربنا، هو بيصلح الاحوال وبيدبر الاحوال، وموجود وشايف ومطلع وعارف زماننا وازمنه غيرنا، كل حاجه عارفها المسيح عنه. وبيقول لي واحد قوي، ده الواحد يقدم شكوى في حته كده له طلب، يقول لك بالمدير قال لي اطمن. فتلاقيه مطمن ومريح، بيفتح بقه قوي ويضحك قوي، مبسوط قوي، اصل المدير قال له اطمن. طب لما ربنا يقول لك اطمن الان برضه، وتقول له انا مؤمن بك وبالحقيقه نؤمن باله واحد، يا سلام، فين الايمان ده؟ الايمان في اسلوب الحياه بتاعتنا، الايمان في اسلوب الحياه بتاعتنا، في ان لنا ثقه ان المسيح قام وانتصر. ده العالم مش عارف يقبل الكلام ده، مش عارف يقبل قيامه المسيح. عمالين يقول ده صلبوه ولا شبهوه وشبه لهم، ولا اليهود يقولوا ده مش هو ده المسيح، خلافات في العالم كله. وبعض الملحدين يقول لك ايه عم الافكار بتاعتكم دي، انتوا بتجيبوا منين المسيح والله تجسد واتصلب وقام؟ انتوا بتالفوا قصه؟ نقول ازاي؟ ده التاريخ والاحداث والحياه فينا ومعرفتنا بالمسيح بتثبت ان الكلام ده صح. احنا ناقصين نصيحتك، شكرا، خلي كلامك لنفسك. نحن عندنا ايمان قوي جدا بكلام مسيحنا. الانجيل يا جماعه لما تقروه، انا اعرف ناس يعملوا ايه، يعرفوا الانجيل النهارده ايه، وطبعا كوبتك رايدر وحاجات كتير، يعرفوا الانجيل ايه
وبعد ما يروح يسمع العزة، بعد ما يروح يفتح الإنجيل اللي اتقرى النار ويقعد يتأمله، بيلاقي ربنا بيشتغل في حياتنا عجبا عجبا في حياتنا. مين يصدق المسيح قام؟ اللي يصدق المسيح قام يصدق ان لنا مكان في السماء، يصدق نصرتنا على اي شيء. اللي غلب الموت مش عارف يغلب لك اي مشكلة تقابلك، بس عايزنا نؤمن ونصلي ونثق ان الله يفعل الصالح لنا. مش لازم كل اللي نطلبه يدهولك. يا ابن ابنك لو جه قال لك يا ماما افتحي لي هاتي لي الكبريت العب شويه في البوتاجاز، هتدهوله؟ هتقول له لا؟ يبقى انت بتحبيه ولا بتكرهيه؟ بتحبيه. هكذا في امور كثيره نطلب من الله ولا نيأس، وان لم يعطينا الان سيعطينا غدا، وان لم يعطينا اطلاقا سيعطينا في السماء. ده اللي حاجه اللي على الارض بتروح، لكن اللي في السماء مش هيروح. ربنا لفت نظرنا للسماء، ولما قال لنا صلوا قال قولوا يا ابانا الذي في السماوات. شوفوا ربنا ده ديانه وحيده في العالم اللي تخلي الاله يدعو العبيد ابناء، هي المسيحيه اللي تخلينا ربنا لما يتكلم في الانجيل يا اصدقائي. احنا اصدقائك، ايه التواضع الالهي ده عنا؟ بيحبنا، بيحبنا، ربنا بيحبنا. بعد ما ربنا يحبك بتدور على حد يحبك؟ بتدور على حد يرعاك؟ الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراعي خضر يرددني، الى ماء الراحه يوردني. بيقول له قديس توما يا سيد لسنا نعلم اين تذهب وكيف نقدر ان نعرف الطريق. قال له كده انا هو الطريق والحق والحياه. خلي المسيح في حياتك يا ابني، خلي وشك وش المسيح، خلي كلامك كلام المسيح، خلي افكارك افكار المسيح. يقول اما نحن فلنا فكر المسيح. امال المسيح عايش جواك ازاي؟ ده بيدينا عطيه تانيه. كل الاديان تقول الله تعالى ونحن عبيد، لا، بنقول الله تنازل عشان خد شكلنا مش بينا. الله عمل كده عشان، طب يبقى عارفنا وعارف اللي بنمر بيه. اوعى تفكر في لحظه ان المسيح مش حاسس بيك. اصعب شيء الشيطان يحطه في قلبك انه يقول لك ربنا مش شاعر بيك، انت فين يا رب؟ وناس بتقول كده لربنا، ما بيزعلش منهم لانه عارف ضعفنا، بس عيب بقى، عيب نقول لربنا كده انت فين يا رب؟ مش عيب حد يقول كده؟ عيب، انت فين يا رب؟ ربنا موجود. كان كما علمنا قداسة البابا المتناح الانبا شنوده قال لنا الله موجود، كلمه كده شعار. ايوه الله موجود. لما يقابلك اي مشكله قول ربنا موجود، ربنا موجود، ما انت لست وحدك، اطمن. اصل المسيح القايم ده وادانا الفرحه دي والنصره دي عايز يشوفها مفاعيلها فينا، رد الفعل ايه فينا، ان احنا فرحانين وان احنا اقوياء وان احنا لنا سلطه على الخطيه وعلى الشيطان ولنا نصره على الخطيه وعلى الشيطان. مفيش بقى الكلام حد يكره وحد، مفيش كلام الصغير كله والنقد والادانه والكلام ده، لان انا مع المسيح، احيا مع المسيح، ليا مسيح خد شكلي عرفني، بيديني اعظم عطيه في الوجود جسد الدم. بيخذوا كله هذا هو جسدي، اشربوا هذا هو دمي. اذا المسيح يحيا فينا، من ياكلني يحيا بي. فالمسيح عايش جواك، انت مش منفصل. اللي يفصلنا عنه الخطيه، ما بلاها خطيه؟ في حاجه تستاهل؟ في حاجه في العالم تستاهل؟ من سيفصلني عن محبه المسيح؟ بولس الرسول يقول شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري، أمور حاضرة أمور مستقبلة، لا شيء يفصلني عن المسيح يسوع. ما فيش خطية تفصلني، ولا شخص ولا أهل ولا حد، ما حدش يفصلني عن المسيح. أنا وهو واحد، وهو جه وعارفني وعارفني باسمي. في سفر الأعمال في الرسائل السبعة كل واحد من ملائكة الكنائس يقول أنا عارف أعمالك، دعوتك باسمك واعطيك اسم جديد. فربنا عارفك وعارف خطواتك وماشي معاك. قصه واحد من
الخدام في أفريقيا، كان لما يمشي في مناطق القبائل والغابات في الجنوب يشعر برجلين بتمشي وراه، فيبص كده من رجله مش صدى صوت الرجلين، لأن ده بيحصل لنا كلنا، أن الواحد لو ماشي في الصحراء يسمع صوت كأن ماشي كل ما يحط رجله، وده اللي راح الجيش سمع عارفين الكلام، لا ده كان بيشعر أن واحد ماشي. فعارف أن المسيح بيتبعه في كراسه. فجي في يوم بيعدي أحد الأنهار فيها تماسيح، فيعدوا ازاي؟ الطريقة الوحيدة كان يمسكوا في بعض حاجات مجدولة من الشجر زي الحبال كده، ويرجع ورا ويجري ويرمي نفسه ويعدي الناحية التانية، يبقى عدى النهر. ده ما بيعرفش، الراهب ده ما كانش بيعرف يعمل كده، فقال هعدي النهر وخلاص. الأنهار هناك مش عميقة، ده بتاع نص متر كده بس تعدي على السفر، لو المشكلة لو قبلك التماسيح ياكلوك. فهو ماشي دايما كان يروح مناطق الفتنة في الأدغال، يلاقي الرجلين بتمشي، فبيقول يا رب قد كده بتمشي وتتبعني كويس ترعاني. فجي في اليوم ده بيعدي، قعد يعدي، جرت عليه التماسيح وبتاع، فراح بعد شوية كده قدر يعدي، فوقف يعاتب ربنا يقول له كل يوم بتمشي معايا، اشمعنى النهاردة سبتني وانا داخل في الغرقة دي؟ قال له يا حبيبي لا تحزن، انا كل يوم بمشي معاك، لكن النهاردة لما جيت تعدي النهر كنت شايلك فلم تسمع خطواتي، انا كنت شايلك على كتفي. يعني قد ايه ربنا بيحبنا يا جماعة، ويا ما شالنا ويا ما تعب عشاننا ويا ما بيحرسنا ويا ما بيرعانا. اطمنوا اطمئنوا ولا تزعجكم الاخبار. واحد يقول لك أنا شفت أبونا الحرب الروسية الأوكرانية، أنت مالك بحرب روسيا؟ أنت سفير دبلوماسي ولا أنت اللي بتدير الكون ولا أنت مالك؟ الناس بتحارب الله يعينهم وتخلص الحرب دي من أجل سلام الناس، أنت شاغل نفسك ليه؟ تسمعوا الأخبار المتعبة ليه؟ والسياسات ليه؟ إحنا لنا إله حي يرعانا موجود في وسطنا، هو الطريق ورفيق الطريق وهو الحق الذي نقصده وهو الحياة بكلها. عيشوا مع ربنا، عيشوا يا جماعة مع ربنا، ما تتهزوش أبدا من أي حاجة. قال له فيلبس طب يا ربي أنت واحد مع الأب؟ آه، عشان ألوهيته يعني بيقول كل ما للأب هو لي. فيقول له أرنا الأب وكفأنا، نفسنا نشوف ربنا، ده اللي موسى طلع على الجبل وكله ما حدش شافه كده عين العيان، ورهولنا بقى وكفانا. قال له أنا معاك كل ده يا فيلبس ولم تعرفني، يا خسارة، كل واحد فينا عنده 60 سنة 70 سنة 50 سنة 40 سنة، ربنا بيقول له كده أنا كل ده عايش معاك، لسه ما عرفتنيش، لسه بتشك فيا، لسه قلقان، لسه خايف؟ يا خبر أبيض، ده حاجة تزعل قوي. اطمئنوا لا تضطروا قلوبكم ولا تفزعوا، ليكن فكر القيامة فينا نصرة، وأنكم في ملء قامة القائم من بين الأموات، فهو صار بكرة الراقدين، بيحبنا، بيجهز لنا مكان فوق، مستنينا، بيقابلنا بالمحبة وبالفرح، وبيحبنا لأننا أولاده، بيرعانا في العالم ولا يتركنا أبدا، هو الطريق وهو الحق والحياة. تكن فيكم قيامة المسيح، وليكن المسيح فيكم قائما منتصرا، وانتصروا على الحياة وكل أتعبها وكل ما فيها، أنتم أبناء الله، أنتم أبناء الحي، لإلهنا المجد الدائم الأبد آمين.